في الدوريات الأوروبية وخاصة على مستوى مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد يمكن حضراتكم المتابعين هنا في المحترف، بداية رالف طبعا رينكينج ده المدير الفني الألماني اللي جه طبعا واستلم القيادة الفنية لمانشستر يونايتد. من الواضح ان في مشكلة كبيرة في الدريسنج روم، واخص بالذكر مشكلة امام رونالدو. كنا اتكلمنا في الموضوع ده هنا في المحترف، وفي اجواء غير صحية ما بين المدير الفني الألماني وطبعا كريستيانو رونالدو نجم المان يونايتد. روي كين النجم السابق لمانشستر يونايتد قال ان طبعا التصريحات اللي قالها رالف على غياب كريستيانو رونالدو في مباراة القمة ما بين المان يونايتد ومان سيتي، قال تصريحات رالف يعني تصريحات غير موفقة بالمرة. خلينا اقول لحضراتكم رالف قال ايه. يمكن كان في تساؤلات كتيرة جدا جدا عن غياب كريستيانو رونالدو عن هذه المباراة المرتقبة، واللي كانت طبعا مباراة كبيرة جدا ما بين ديربي طبعا مانشستر ما بين المان وما بين السيتي. غياب رونالدو كان علامة استفهام. يمكن رالف رانك قال ان ما فيش شك ان غياب كريستيانو رونالدو خبر غير جيد، ولكن عدم وجوده كمان مش مشكلة، بما يعني ان غياب كريستيانو رونالدو بالنسبة لرالف مش مشكلة. وكان روي كين طبعا أسطورة طبعا المان يونايتد انتقد بشدة كلمات رانكينج اللي بتوحي بأن مانشستر فريق أفضل بدون كريستيانو رونالدو. ودي طبعا على لسان روي كين أن دي تصريحات خطيرة جدا، علما أن طبعا من الجيد اللي قال أن علما أن الجيد غياب كريستيانو رونالدو، لكن كمان بيقول أن كريستيانو رونالدو، رالف بيقول ان كريستيانو رونالدو كمان لو غاب على المان يونايتد انا ما عنديش مشكله، على طبعا لسان رالف المدير الفني. كمان كين وجه رساله لرانك قال له فيها اعتقد انك ما تزال تحتاج الى رونالدو في فريقك، الاعتماد على الكاونتر اتاك او الهجمات المرتده، سرعه رونالدو هتكون الشيء اكثر اهميه في فريق المان يونايتد. طبعا هنناقش ده كمان مع ضيفنا النهارده الناقد الرياضي محسن لملوم، هنتكلم على التوتر ما بين رالف وما بين كريستيانو رونالدو رايح لفين، الدريسنج روم راح لفين، هل يفوز في هذه المعركة اللاعب كريستيانو رونالدو بشعبيته الكبيرة أم المدير الفني الألماني الصارم رالف رينكين. وفي يعني كمان في مشكلة، ويمكن اتكلمنا على الكلام دوت، إن المشاكل اللي بتحيط رالف يعني مشاكل كتيرة جدا، ولما يخش في جدال مع نجم بحجم كريستيانو رونالدو اعتقد هيكون عنده خساره كبيره جدا جدا. وبعد يعني بعض التقارير كمان على مستوى انجلترا بتقول ان رالف سيرحل عن المان يونايتد في نهايه الموسم. هل زين الدين زيدان هو القادم؟ هنشوف في الايام اللي جايه، ونشوف كمان المان يونايتد هروح فين على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى دوري ابطال اوروبا. طيب نسيب انجلترا ورونالدو ومشاكله ونروح لميلان. بن ناصر لعيب هايل بيشيد بيه طبعا ستيفانو بيولي، طبعا ده المدير الفني لفريق ميلان، مدرب الميلان بيشيد بالجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط. طبعا بعد الفوز الكبير